احتمال كبير ولا أجزم جزما كاملا أن هناك نافذين وراء هذا الفساد، لأنه أنا حسب معلوماتي من خلال بعض القيادات في الوزارة، وهذا الكلام يعني منذ زمن وليس من الآن، أن المخالفة للقوانين واللوائح والإجراءات المتبعة ستؤدي إلى مشاكل، ستنعكس أنك تنشئ كلية، هذه الكلية تتحول إلى يعني مباني تحتوي على معدات خردة، يعني ليست بالأجهزة والتجهيزات المناسبة لإنشاء كلية المجتمع، ولهذا يعني قيامها وإنشاءها في ظروف الحرب يحتاج الكثير من الحذر، لأننا لا نأخذها منحة مجانية، هي قرض محسوب على الحكومة اليمنية. صحيح. وهل باعتقادك بعد يعني ما يحدث حاليا يعني واعتراض البرلمان وجهات أيضا في الحكومة، هل سيمضي هذا المشروع باعتقادك أم سيتم تقنينه ربما ورقابة أكبر على هذا المشروع؟ المفترض أن المشروع هذا ومثيله مثل مشاريع الاستثمار في قطاع الاتصالات والإنترنت كلها مفترض أن تتوقف وأن يعاد النظر في تشكيل، لأنه لا يوجد لدينا الآن اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة غير مفعل، قانون المناقصات غير مفعل، ولهذا كثير من الأمور المخلة التي يعني نأتي في هذا الزمن زمن الحرب ونستحدث بعض الأعمال التي ستعود بالخسارة على الشعب اليمني وعلى الأجيال القادمة. بمعنى آخر، إذا لم نقم بالمشروع بالطريقة الصحيحة وبالتجهيزات المناسبة وما يتلام مع وضعنا ومع متطلبات العصر، فالأولى أن يؤجل حتى يتم ترتيب الأوضاع في كل الاتجاهات. جميل. مشكلة الشفافية والحوكمة غير موجودة لدى الحكومة اليمنية، وخاصة أن رئيس الوزراء يستخدم الأوامر المباشرة باتجاه الوزراء وباتجاه إجراء المناقصات وترتيب بعض المناقصات على بعض